إذا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حمزة الدويبي ابن المقدم مصطفى الدويبي. هاد الصربة اللي كتمثل جماعة مولاي عبد الله، احنا راه ابناء المنطقة وكنمثلوا جماعة مولاي عبد الله منذ القدم. هاد الصربة ديالنا راه ماشي قديمة بزاف، اللي هي حديثة العهد، واخا اننا المشعل ديال الاجداد راه حنا هازينو من شحال هادي، لكن تأسيس ديال الصربة يلا اسسناها. وبالنسبة للموسم مولاي عبد الله راه حنا من الاوفياء ديالو ومن الابناء ديالو، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى السلام والتيسير لجميع الخيال. والمعهود عندنا حنا كاملين الخيال ان في المواسم ما كيكونش واحد الدعم اللي هو، لان كتعتبر داك موسم كتبقى الحريه ديالك، بغيتي تجي لي جي لي، ما بغيتيش تجي لي ما تجيش لي. الدعم وداك الشيء كيكون في المهرجانات، وحنا راه الاساسيات ديالنا هما الماء والضوء، كل المحرك مناسب راه هما الاساسيات ديالنا، وراه هما الحمد لله متوفرين دابا. عليكم معك غير مبويرين، الصرفه ديال مصطفى الدمياني عن جماعه سيدي عبد. قلت الهوا يا خويا زوينه، ونشجعوا كاع الشباب كاع يكونوا ان شاء الله في هذه الهوايه، شريفه وان شاء الله هي اللي فيها الوجه زوينين وكتجمع الجمهور الزوين. الاحساس ديالكم وانتم راكبين امام الجمهور واحد الاحساس زوين ما نقدرش نتخيلوا لقداش. كنتسناو ملي كنسمعوا شي موسم ما كنبقاوش عارفين كاع شنو كاين في الدار ولا شنو ما كاينش، ما كيطلع علينا وقتاش نكونوا في الموسم. هذه هي الهوايه ديالنا. الله يكمل لكم بخير. امين. وهذه الهوايه هذه كان وارثينها من اب وجد، و هوايه زوينه ماشي شي هوايه اللي خايبه، وتنظيم الحمد لله وداك الشيء زين تبارك الله. بالنسبه للدعم ما كاين لا دعم لا والو، كندعموا غير من جيوبنا وحنا معاونين مع بعضياتنا وصافي، هذا الشيء اللي كاين.